شو هاد رابي؟ انتي مفكرة رح تقدري بسبب هاي البنت اللي جبتيها انه تكسبي لزين؟ نيشال انتي شو مفكرة؟ يعني فيك تخلي زين ينسى عيلته مثلا؟ او ينسى بنته يلي من لحمه ودمه؟ هالشي اكيد مستحيل. ولا لتكوني مفكرة انه فيك تاخدي بنتي مني او حتى تخليه ينسى اخته وامه كمان. هو سند لو حتى شو ما عملتي يا نيشال، يعني مفكرة رح يكون مبسوط؟ أكيد لا، أنت عم تحلمي يا نيشال. السعادة ما بتجي بهي الطريقة نهائياً، وتأكدي رح تحصدي يلي عم تزرعي بالمستقبل القريب. أنت غلطانة كتير رابي، لازم تعرفي إنه زين مو لإلك وإنه رح تستني كتير وتموت مشاعرك وما رح يرجع لك زين شو ما عملتي. بالنهاية هو إلي، وتأكدي كل ما رح شوفك بمكان رح خبرك قديشني مبسوطة مع زين. أنا ما عم أغلط يا نيشال، بس أنت عم تزرعي الكراهية وما رح تحصدي إلا الشيء السيء بالأخير. تأكدي ما رح تكوني مبسوطة. لو كلامك صح، قليلي ليش أنت مالك مبسوطة لكان؟ خليني ساكتة أحسن، بلا ما خبر العالم كله هلأ عنك وعن أمير وعن قصتكم، وقتها أنت رح تصيري مسخرة قدامهم. نيشال! نيشال! انت شو عم تعملي هون؟ مفكرني غبية؟ تتركني لحالي بالبيت وتروح تحتفل مع عيلتك؟ ومفكر اني رح ضل ساكتة على هالشي؟ اسمعيني نيشال، انت فهمتي اللي صار غلط، القصة مو مثل ما انك متخيلة. لا انا فهمان الموضوع منيح. طيب هات لشوف فهمني شو اللي جابك لهون هلا؟ مشان مين زين؟ مشان سوبيا وزيا يلي هن تزوجوا غصب عنك؟ ولا مشان رابي يلي بتحب واحد تاني غيرك ومع هيك مالك قدران تتركها؟ فهمني هلأ مشان مين اجيت لهون؟